انطلق ماراثون من مصر إلى غزة الخيري تحت عنوان تضامنا مع أهالينا في غزة في محمية وادي دجلة بالمعادي وبمشاركة عدد من الوزراء ونواب البرلمان والمسؤولين. ويأتي الماراثون الخيري كرسالة دعم من الشعب المصري للأشقاء في قطاع غزة. من محمية وادي دجلة بالمعادي وتحت اسم ران فور غزة انطلق ماراثون لدعم الأشقاء الفلسطينيين وذلك تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية. الاحتفالية تضمنت تكريم المشاركين في السباق على أن تذهب عائدات الماراثون إلى أهالي قطاع غزة مباشرة من أجل إيصال ودخول أكبر كم من المساعدات الغذائية والطبية للقطاع. ندعم إخواتنا الناس بلا فول 4 شهور بتتعذب دلوقتي، فحاجة بسيطة جدا جدا يعني انها ممكن تتعمل، ان احنا بمجرد ما نجري وبالربح بتاع المسابقة ان شاء الله يعني ده يخف عنهم شوية. مشاركة اليوم كتير مهمة لأنه خاصة أنه في كتير أجانب عم موجودين، فنحن كفلسطينيين لازم نكون حاضرين، وهيدا أقل شيء ممكن نعمله لنظهر تضامننا مع غزة ومع أطفال غزة ومع أهل غزة، مع كل شيء عم بيصير اليوم بغزة، كل هاي الأحداث المؤلمة والصور والموت والدمار والقتل، هذا أقل شيء ممكن نعمله. جئت للمشاركة بسباق 5 كيلومترات وأتمنى أن يساعد هذا الماراثون الفلسطينيين عن طريق التبرعات التي قد تساعدهم فيما يواجهون من معاناة. أتمنى من ربنا أن ترجع فلسطين أحسن من الأول، وربنا ربي يرحم كل اللي توفى ويصبر كل واحد عايش، وربنا يرفع الكرب ان شاء الله. طبعا السباق ده ليه اهميه كبيره لاخواتنا في فلسطين، وان احنا نساهم في اي حاجه ندعمهم بيها باقل حاجه حتى لو كانت بسيطه هي بتفرق قوي معاهم. بصي، هو اولا انا فلسطينيه من غزه، فانا بقى سعيده جدا بحدث رياضي كبير زي ده انه يقام على الاراضي المصريه، وان الناس كلها جايه مبسوطه وفرحانه وجواها طاقه ايجابيه وطاقه امل انها جايه تساعد اخواتنا في فلسطين، فده شيء جدا يفرحني. إذن هي فعاليات تقام من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل أهمية الدور الكبير الذي تلعب المساعدات في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.